جيتكم اليوم واحد الموضوع مهم جدا كيهم جميع الأسر المغربية، كيهم جميع المؤسسات التعليمية. هذا الموضوع اللي هو الدخول المدرسي المتميز بالفعل نتاع هذه السنة الدراسية 2020-2021. جيتكم بإضافة إلى الصفة المعروفة، جيتكم بصفتي أب، أنا عندي وليدات بغيتهم أنه يقرأوا مزيان، بغيتهم أنهم يعيشوا مزيان، بغيتهم أنه يصلوا على الدرجات، بغيت كذلك الصحة ديالهم تكون جيدة. وجيت كمدرس كان خاف على الوليدات اللي راهم أمانة على العاتق ديالي، ونبحث على الأساليب باش ممكن نوصلهم المعلومة ويجيوا سالمين، يوليوا الأسر ديالهم سالمين كذلك. هناك بالفعل أسر كثيرة جدا، هناك من اختارت التعليم الحضوري، هناك من اختارت التعليم عن بعد، ولكن على العموم هذا أهم ديال المغاربة كلهم، وخصنا نعرفوا جميعا بأن هذا الشيء اللي احنا في المغرب راه موجود في العالم كامل، ماشي غير في المغرب. كتبقى غير كيفية التعامل معه هي اللي كتختلف بين دولة ودولة أخرى. إذا أنا نمشي مباشرة الأسرة باش نتحدث على الدور تاع الآباء. بالفعل الدور تاع الآباء قالوا باللي عياو، وبالفعل عياو لأن فات عليهم واحد المراحل مهمة جدا وصعبة في المراحل تاع الحجر الصحي اللي يعرفوا المغرب، ولكن بغيت نقول لهم بلي هذه المسألة فإنها عادية جدا. هذه الوظيفة ديال الآباء، هذه الوظيفة تاع الأمهات، ولكن خصكم تصبروا، خص الانسان يصبر مع الوليدات. والصبر كما كنقولوا فيه الم، فيه معاناه، ماشي الصبر كلمه تقال. ونبحثوا على الحلول باش الوليدات ديالنا يكونوا مزيانين في حياتهم. بعض الاحيان كنسمعوا الاباء، وهذا اللي ما كنبغيش ان الاباء يقولوها، اننا عينا. وكيقولوا عينا قدام شكون؟ قدام الولاد ديالهم. وإلا سمعوا الأولاد هم أذكياء، إلا سمعوا باللي الآباء عياو راه ممكن أنهم يخرجوا على الطريق المستقيم. فذلك انتبهوا، ما نقولوش وليداتنا راه حنا عينا، ولكن خصنا نبحثوا على الحلول، وهذه هي الوظيفة ديالنا. وأنب الوظيفة بأنك تربي هذا الجيل هذا والفلادات نتاع الأكباد ديالنا. الصبر مهم جدا، البحث على الحلول، الألم، المعاناة، نعم، ولكن فيه لذة نتاع الحياة، وفيه لذة أنك تعيش مزيان في الحياة ديالك مع وليداتك، مع هذا أسرة رائعة جدا، واللي كتخاف أنها تخاف على وليداتها وتبغي أنهم يوصلوا على الدرجات في التعليم. هناك واحد القطعة كنا قريناها قديما في المقررات القديمة، هي أكلة البطاطس. أكلة البطاطس هذه خصنا نتعلموا منها بزاف نتاع الأمور. هي مسألة تربوية يعني صراحة، ما فيها الحوار، فيها الحلول، البحث عن الحلول، عفوا البحث عن الحلول، وفيها أيضا الحوار. هذه القطعة يعني الأغلبية كيعرفها، وحتى لو ما كتعرفهاش كتبدي. قالت الأم لولدها كل البطاطس، قال الولد أنا لا أكل البطاطس، قالت الأم للعصا اضرب الولد، إلى غير ذلك. فتلاحظون بأن هناك القول، قالت وقالت وقالت، وتبحث عن الحل هنا وهناك وما ملتش، وبدات كتبحل الحلول حتى وصلت الحل المناسب، وتعذبت وتعلمت بالفعل، ولكن وصلت للحل بان القط ممكن انه ياكل الفار، والفار قال انه يقرض الحبل، الى غير ذلك، حتى وصلنا في الاخير باللي الولد قال وانا اكلها، اي اكل البطاطس. ولكن كتلاحظوا باللي الام راها ما استسلمتش، بحثت على الحلول، تعذبت في الاول، تعلمت، عانت، ولكن في الاخير وصلت للحل. ولاحظتوا معايا من وجدت الحل بسرعه بداو الحلول الاخرى، المشاكل الاخرى والتحديات الاخرى كتحل وحده مورا وحده. وبالفعل هذا اللي كنلاحظوه بالفعل في الامهات والاباء اللي كيكون عندهم الهم ديالهم انهم يبحثوا على الحلول، ويبحثوا على التحدي باش يخرجوا من هذا التحدي تاع الحياه والتربيه تاع الابناء بشكل سليم. وليدات ديالنا تقريبا في العمر تاع الطفوله وفي العمر تاع المراهقه، خصنا نتعاملوا معاهم على حسب هذا السن. حنا رحنا كبار، حنا رحنا العقل ديالنا ناضج، هما مازال ما وصلوش، المشاعر ديالهم مازال ما نضجتش، العقل ديالهم مازال ما نضجش، كذلك حتى المستوى العلمي مازال ما نضجش. ملي كتقول له كاين واحد الفيروس، اصلا هو الفيروس ما كيعرفوش، يعني ما عادش يتخيل بلي كاين واحد الفيروس خصنا نشوفوه الميكروسكوب، ما كنشوفوش بالعين المجرده. فلا بد اذا نتعاملوا مع الاطفال بان هذه المساله اللي كتكون مجرده نحاولوا نقربوا لهم، حتى لا يغسلوا يديهم، باش يغسلوا يديهم دير لهم شي حاجه مثلا ستيلو ولا فتر ولا ديروا في اليد ديالهم وتغسل له يده، وكتبين له بلي راه بفضل هذا
الطهارة اللي كديرها بفضل هذا الغسل اللي كديره بالفعل كتحيد بزاف تاع الحوايج، منها الميكروبات، منها هذا الوسخ اللي كيكون في اليدين. هذا مهم جدا. بالنسبة للمراهقين، من أحلى المراحل ديال الإنسان وهي المراهقة صراحة، يعني من أحلى المراحل. الطفل كيبدي يوصل يبغي يبلغ السن تاع الرشد، فلذلك كيفوت من هذه المرحلة الرائعة، ولكن الآباء ما كيقبلوش هذا الانتقال من مرحلة الطفولة لمرحلة تاع الشباب، لأن الطفل كيكون صغير، اللي قال له باه ديرها يديرها، اللي قالت له مو ديرها يديرها، ولكن كيوصل واحد الوقت اللي كيبقى يتمرد بين قوسين، ليس تمرد، هو تمرد طبيعي. هذا التمرد هذا بالفعل خص الآباء يعرفوا كيديروا يتعاملوا معاه. كيفاش نتعاملوا مع المراهقين؟ وهو أن الطفل كيبغي يبحث على المكان ديالو في الأسرة. هذا هو اللي كيدير، كيبحث على المكان ديالو في الأسرة. مرة كيدفع با شوية، مرة كيدفع مو، مرة كيدفع أخته، مرة كيدفع أخوه، علاش باش يدير بلاصتو؟ علاش حنا الآباء نكونوا أذكياء وحنا نبحثوا له على المكان ديالو في وسط الأسرة؟ حنا نجيبوه ونعطيوه المسؤوليات، وهنا كتبدي العمل تاع الآباء باللي كتعطى المسؤوليات لوليداتهم باش يكونوا في المستقبل يكونوا مزيانين. وبالفعل كتلاحظوا بأن مثلا عندنا الأولى بكالوريا هاد السنة كانت تأجيل نتاع الامتحان مرتين، بالفعل في المثل السن ديالهم وجاهم هاد التحدي، معناه أنهم غادي يكونوا في المستوى المطلوب إن شاء الله في المستقبل. فلذلك نحاولوا ما أمكن أننا نجلسوا مع وليداتنا، نقربوا لوليداتنا أكثر، نعرفوا اسمو عندهم ونلعبوا معاهم، لأن لما لعبناش معاهم في الدار عادي يلعبوا معاهم برا، واللعب تاع برا خايب. إلا ما ضحكناش معاهم في الدار عادي يضحكوا معاهم برا، والضحك تاع برا خايب. نقربوا لوليداتنا، نصبروا معاهم، وبالفعل عاد يكونوا في المستوى المطلوب. إذن احنا ما كنصيفطوا لوليداتنا المدرسة باش يقراو في ظل هذه الجائحة اللي كنسأل الله سبحانه وتعالى باش يرفعها علينا، كنوجدوا باللي الآباء كيخافوا على وليداتهم، كيتكلموا لهم على ثلاثة ديال الوسائل تاع الوقاية، هناك التباعد، هناك الكمامة، ثم بعد ذلك غسل اليدين. اللي كنركز عليه أكثر وهو التباعد. إلا ركزنا في الوليدات ديالنا هاد الخلق أو هاد القيمة ديال من تاع التباعد من أجل السلامة، راه غادي يسهل علينا، وخا حتى يكون شي نقص بالنسبة للكمامة، يكون نقص بالنسبة لغسل اليدين، بالفعل غادي 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 يجبروا، ما غادي يجبروا داك التباعد بالفعل اللي هو مهم في الحياة العامة وفي الحياة المدرسية بشكل خاص. ننتقل الآن إلى المدرسة. بالفعل المدرسة هي كنعطيو لوليداتنا المدرسة بعد ما الأسرة كتدير الوظيفة ديالها، كتدير المهمة ديالها، المدرسة كتكون حاضرة الآن. كتلاحظوا بلي عندنا مدرسين، عندنا مدرسات، عندنا أطر تربوية، أطر تعليمية، وهنا كنعطيو ولدنا الجوج ديال الأساليب أو جوج ديال طرق من أجل الحماية نتاع الأطفال ديالنا. كاين الأطر الإدارية اللي هي صارمة بالقوانين ديالها وبالتوجيهات ديالها، وكاين كذلك الأطر التربوية التي فيها المرونة وفيها اللطف وفيها العطف إلى غير ذلك، ولكن الوسيلتين معا كنوصلوا كيبغي يوصلوا لواحد الهدف واحد، وهو أنه السلامة نتاع وليداتنا وباش يقراوا مزيان. كتبقى لنا أن المدرسين الله يجازيهم بخير يعني بالفعل كيديروا واحد مجهود كبير. هذا اللي كنشوفوا دابا في وسائل الإعلام، كنشوفوا في التلفازة، وكنشوفوا في الجرائد، وكنشوفوا الصور كيفاش أن دوك الأطفال بالفعل وصلوا أنهم يديروا التباعد. يعني هذا ماشي أمر سهل، راه أمر صعيب جدا باش يقوم واحد المدرس ولا واحد المدرسة ولا يقوم واحد المدير تاع مؤسسة بالوسائل اللي عنده ويجتهد يمنة ويسرى باش ينجح هذا الدخول المدرسي. بالفعل هذا كنرفع القبعة ديالي لهذا الأساتذة بالفعل اللي في المستوى. بالنسبة للبعد، بالنسبة للتعليم عن بعد، بالفعل شنو وليداتنا باللي قراو عن بعد في الحجر الصحي؟ وبالفعل هناك كنحيي مجموعة تاع الأساتذة والأستاذات، ونعطي مثال غيب، أستاذة وحدة، أستاذة تاع الفرنسية، قررت البنية ديالي ودخلنا في واحد، استعملنا الآن هاد وسائل التواصل الاجتماعي الآن، يعني ماعش نذكروا الأسماء، ولكن لا بأس بذكر الأسماء، لأن واخا ما كنديروش إشهار، ولكن لا بأس لأن هي كتفرض راسها. دارت واحد المجموعة في الواتساب، والمدير اتصل بيا مباشرة ودخلني في المجموعة، وأنا كنحضر معاهم دوك الحصص اللي كدير الأستاذة مع
مع الوليدات ديالنا. والله داك الشيء رائع جدا، حتى انهم حتى ملي قالوا لهم بلي صافي انتهينا من هاد الدروس عن بعد، ولكن بقات معهم الاستاذه وباقيه المجموعه لحد الان. واليوم في هذا اليوم هذا اتصلت البنت ديالي بالاستاذه ديالها، وبالفعل كان هناك تواصل ايجابي مع الاساتذه. هنا كنحيي بالفعل الطاقم التربوي، الطاقم الاداري، اللي كيجتهدوا ان شاء الله باش يوصلوا الهدف وهو حمايه الاطفال ديالنا، ثم بعد ذلك نوصلهم الى بر النجاح، وكذلك من باش يوصلوا للمراتب العليا. غادي نختم بواحد المساله، وهي انني واحد المره كنا اجتماع مع المدير الاقليمي تاع التعليم، وكنا تحدثنا عن القيم اللي ينبغي اولا نغرسها في الاطفال ديالنا ونغرسوها في الشباب ديالنا. ما هي القيم؟ كان عندنا واحد المناقشه هكذا، فاقترحت عليهم باش يكون عندنا ثلاثه تاع القيم اللي كنحس او كنعتقد وجازم بانها ينبغي ان ترجع للوليدات ديالنا. اول شيء وهي القيمه تاع الانتماء، حب الانتماء، الانتماء للوطن، الانتماء للحي، الانتماء للمدينه، تحب المدرسه ديالك، تحب الحي ديالك، تحب الوطن ديالك. ثاني شيء، ثاني هذه القيم هي المسؤوليه، تعطيه المسؤوليه باش يكون مسؤول، ما نخليوش الطفل ديالنا انه يضيع الحياه ديالو بالاستهتار، خصو يكون مسؤول. ثالث هذه القيم وهو الاحترام بالفعل المتبادل بين جميع الفئات تاع المجتمع، سواء كانت العمريه او غير ذلك. يمكن نكتفي بهذا القدر، لان بالفعل الكلام طويل فيما يتعلق بالدخول المدرسي، ولكن انا اود باش نشكر كذلك الخطاب الاكاديمي نتاع مجموعه ديال الاكاديميين اللي كانوا عطاونا حلول موجوده الحمد لله في وسائل التواصل الاجتماعي. هذه الحلول ممكن ان تاخذ بها الوزاره، وممكن ان ياخذ بها المديرين ايضا في جميع يعني في جميع المراحل ديال التعلم ديال الاطفال ديالنا، وبالفعل هي جيده وممتازه. نسمعوا لبعضياتنا، كل ذلك لاجل ماذا؟ لاجل حمايه الاطفال ديالنا ولاجل مصلحه البلد. وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. ما تنساش تابونا في لاشين وتأكد بالجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.